نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للذهن. حضري وصفة الدجاج بالجبنة الشاورما المثيرة للشهية هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتقطيع الطماطم والخيار. مدي ملعقتي طعام من الحمص على كل قطعة من خبز البيتا. غطي الحمص بالخس المفروم، الدجاج المقطع، الطماطم المقطعة، الخيار وأوراق النعناع. عصري كمية سخية من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. لفيها لتكون جاهزة للتقديم. ستجدين وصفة الدجاج بالجبنة شاورما اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي لنا واستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.